السلام عليكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله بهذا الدرس راح نتناول lesson 9 الخاص بالوحدة الأولى test yourself، معناها اختبر نفسك. اختبر نفسك طبعا عندنا أسئلة خاصة بالمفردات وأسئلة خاصة بالقواعد. هنا عندنا خاصة بيش بالمفردات vocabulary، عندنا هذا المنطوق write the opposite، اكتب المعاكسات of these words لهذه الكلمات by adding بإضافة a prefix بإضافة body. فعندنا كلمة correct، correct معناها صحيح، فشنو المعاكس مالتها؟ نقول incorrect، incorrect. زين number two، number two عندنا كلمة dependent، كلمة dependent معناها خاضع. إذا أريد أعطي معنى مستقل راح أضيف البادي IN، فشو نقول؟ Independent معناها خاضع. Number three، Number three عندنا كلمة fair معناها عادل، فأريد أعطي المعاكسة مالتها فشنو أقول؟ أقول unfair غير عادل. Number four، طبعا هاي الأسئلة أصلا تفيدني أصلا حتى بامتحان الشفوي. زين عندي كلمة fortunate، fortunate محظوظ، إذا أريد أقول هذا غير محظوظ يعني سيء الحظ فشو أقول؟ unfortunate، Number five، كلمة unfortunate. ذن الكلمات أحاول أركز عليها نحفظهن بغض النظر على البادئة، ذن مهمات الكلمات لأن مركزين عليهن. زين بعد شنو عندي؟ Number five happy، فراح نضيف لها البادئة unhappy يعني غير سعيد يعني تعيس. عندي نمبر 6، نمبر 6 نرجع للتمرين، عندني healthy صحي، غير صحي شنو اقول؟ اقول unhealthy. طبعا عندنا كلمات اخرى موجودات من ضمن الكتاب او باقي التمارين، بس هاي مراجعة يعطيك يعني مراجعة لبعض الامور الخاصة بالمفردات والقواعد، يعطيك خلاصة بس مو كل الامور مذكورة هنا. هاي نقطة جدا مهمة لازم تتذكروها، مو كل الامور موجودة. زين نمبر 7، نمبر 7 عندنا intelligent، intelligent معناها شنو؟ هذا الشخص ذكي. اذا اريد اقول غير ذكي اقول unintelligent يعني غير ذكي. 8، عندنا 8 legal، legal قانوني، راح نضيف المقطع IL، وهنا طبعا يعني اللي تبدأ بالال والار محدودة بالكتاب، فكلمة legal عندنا فأقول ال legal غير قانوني. عندنا number 9، number 9 moral، كلمة moral number 9 معناها أخلاقي، فشنو أقول؟ أقول ام moral غير أخلاقي. number 10، طبعا أحاول اللفظ أعيده كم مرة لأن الشخص اللي ما تقن اللفظ يحتاج عدة مرات حتى أتقن اللفظ. عندنا patient معناها الصبور، إذا أريد أقول impatient غير صبور، مو يعني دائما مستعجل بالأمور. 11 عندنا كلمة pleasant مسرور، إذا غير مسرور يعني حزين، فش أقول؟ أقول unpleasant، unpleasant. number 12، number 12 عندنا كلمة polite مؤدب، فإذا أريد أقول غير مؤدب أقول impolite، impolite. number 13، number 13 عندنا كلمة popular شعبي مشهور، إذا أريد أضيف لها بادئة فش أقول unpopular. احنا طبعا عندنا فد قاعدة يقول لك الاي ام ما اضيفها الا للكلمات المبدوءة بالبي، بس مو كلهن، مثلا بلازت ما نضيف لها اي ام، ولا عندي كلمة مثلا popular، واضح؟ فاكو كلمات محددة نضيف لها المقطع polite، مثلا polite impolite possible impossible. زين popular راح نضيف لها شنو المقطع؟ unpopular، unpopular، فمعناها لازم شوية اركز، واضح؟ زين بهذه الأمور. زين عندي كلمة possible أيضا مبدوءة بالبي، تنطبق عليها القاعدة مال الاي ام، فأضيف لها مو مثل هاي كلمة popular شادة عن القاعدة، أقول 14 أقول ام possible يعني شنو؟ غير ممكن مستحيل. رقم 15، 15 usual
عادي اضيف لها المقطع يو ان ان يوجوال غير عادي. زين نجي عندنا اكسرسايز بي. اكسرسايز بي طبعا هاي حتى تلحقون بالحل مالتها unusual غير عادي. اكسرسايز بي شنو المطلوب من عندي؟ ايضا خاص بالمفردات، ايضا خاص بالمفردات. المنطوق رايت اكتب ذا كوركت ووردز، اكتب الكلمات الصحيحه. نرجع للكراسه ايضا نفس المنطوق رايت ذا كوركت ووردز، اكتب الكلمات الصحيحه. عندنا نمبر 1 نيم سمي، 3 جوينتس ثلاثه من الاربطه او المفاصل، ان ذا arm في الذراع. طبعا هو مطيك كلمه تبدا بال W وال E وال S، فطبعا لازم استذكر اني شنو الكلمات اللي راح تبدي بذن الاحرف. فكلمه عندي كلمه rest تبدا بال W وال E elbow and shoulder وال shoulder. فعندنا شنو اول كلمه rest هي احدى المفاصل الموجوده بالذراع، وايضا شنو عندي حرف الاي elbow، وايضا عندي المبدوءه بالاس واضيف لها اتش صارت شي shoulder. بعدنا هاي حلينا نمبر 1. نمبر 2، نمبر 2 نرجع لكتاب الكراسه. نيم تو جوينتس يقول لك هسه سمي مفصلين وين؟ ان ذا ليج في الساق. فعندنا شنو الني على الركبه مبدوءه بالكي، طبعا من الفضها نقول ني. وشنو عندي بعد انكل الكاحل، واضح ذني مفاصل موجوده وين؟ بالساق. ويل انكل عندنا، فكلمة انكل معناها انكل معناها كاحل، والني معناها شنو؟ الركبة. زين طبعا اكو بالوورد يعني نظام الوورد كتاب اللي يستخدم بالمفردات، عندنا تقدر هنا سينينمز يعطيك بعض الاحيان مرادفات للكلمة. اذا كليك ايمن للكلمة مثلا عندي كلمة كوركت صحيح، اجي اقول سينينمز مرادفات، شوف مطيق ذني الكلمات اللي تعني صحيح، ترو تروثفول اكزاكت، واضح. زين هسه عندنا نمبر 3. نمبر 3 نيم تو ثينجز يعني سمي شيئين، فور كفرينج لتغطيه شنو اكات الجرح، سمي شيئين يغطن الجرح. فعندنا شنو اللاصق بلاستر والباندج، شوف مبدوء بي ال والبي اي. فعندنا نمبر 3 راح اقول بلاستر اللي يغطي الجرح، بعد شنو عندي؟ عندي بانديج. بانديج زين. عندي بعد شنو؟ عندي اكسرسايز سي كومبليت ذا ووردز، اكمل الكلمات. عندي اكمل الكلمات نرجع للكراسه، هذا التمرين كومبليت ذا ووردز. نمبر 1 اي فيل ديزي اشعر بيش بالدوار، I think I'm going to أنا سوف إذا أشعر بالدوار شو راح أفقد؟ راح أفقد الوعي، فنقول faint نعطيك ذني الأحرف مساعدة، فراح تكون الكلمة الكاملة faint. Number two. Number two عندي I can't swallow لا أستطيع أن أبتلع يعني الطعام. I have a sore لدي التهاب بيش. I have a sore throat أول فراغ. throat عند التهاب بالحنجرة. عندي تكملة للجملة a sore throat and a، وحاط لك 39 درجة 39 degrees معناها and a temperature ودرجة حرارة، شوف re تنتهي. فالكلمة اللي كاملة نقول temperature. temperature معناها درجة الحرارة. temperature درجة الحرارة. زين number 3. نمبر 3 عدي you have to take two of these فراغ 3 times a day ثلاث مرات باليوم، حاط لك P و S يقول لك لازم تاخذ ذني الحبوب ثلاث مرات في اليوم، فنصير كلمة pills، واضح كلمة pills. 4 عدي رقم 4 the space عندك S K on my legs على سيقاني is very dry I have to put this فراغ
سي ار ومكمل لك الكلمه اون افري داي في كل يوم. فعندنا اول فراغ نقول the skin on my legs يعني الجلد الموجود على ساقي is very dry جدا جاف. فعدي هذا هنا نقول skin. وعدنا الفراغ اللي بعده شنو عدنا I have to انا من الضرورة ان اضع this cream هذا المرهم او هذا الكريم على on يعني على سيقاني كل يوم cream five. عندي 5 وي اوفتن احنا غالبا ما نقول say bless you الله ينزل نعمه عليك بمعنى هاي الترجمه الانجليزيه مال يرحمكم الله when somebody اذا الشخص شبيه عطس سنيز هاي الكلمه اذا كملناها شنو راح تعطينا سنيز شويه لازم انتبه المن هسه هنا شنو عندك سنيز somebody sneezes يعني فشو نحتاج هو حاط لك اس فصارت هاي الكلمه sneezes كامله but we don't say لكننا لا نقول if somebody شنو اذا الشخص قح شنو ما نقول هاي الكلمه bless you ف cuffs فصير كلمه cuffs cuffs. فهسه هنا وصلنا الى نهايه هذا التمرين اللي خاص بالمفردات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.